منذ أسابيع يواصل الشاب جرين تدريباته في مجال السباكة ضمن مشروع مركز قدرة للتدريب والتطوير. جرين يسعى لتعلم حرفة السباكة لتصبح مهنته ووسيلته لتحقيق الدخل. عمري 22 سنة، والله ما لقيت أي خدمة هنا، وكل مرة نفتح حاجة ما تمشيش، فقلت خليني أجرب شيء جديد المرة هي. والله تعلمت حق حاجات واجدات، يعني زي الحام الطوب، وكيف ينقص، كيف تشكل البومبا، حياة وياك كانت تعلم من توا. انا في ما مسكت غير غضوة علينا، نمشي على كل شاب ان يجي على الاعمال اليدوية، وان يحرك روحه، والسيوله زي ما تشوف فيها ناقصه، والدوله ما هي معدله علينا، فكل واحد يعب على روحه المره الوقت هو كل واحد يدور صنعته. غير ان مجال السباكه ليس سهلا كما يعتقده بعضنا، فتعلم تفاصيله واجزائه ومراحله ياخذ وقتا، إضافة إلى أن العمالة الليبية في هذا المجال لا تزال مبتدئة في سبها والجنوب. والله في صعوبة شوية، والله هم واخدينها من ناحية يقولوا لك الحاجة سهلة، لكن هي مش سهلة. السهولة لما تشبحها بليل، لكن لما بتخدمها فيها صعوبة شوية، لأن عندها مقاييس وعندها وزنات وزن، مش حتى الحاجة لما كان خربت منك تضطر تقصها، بالذات البي بي ار. نبدأ معها زي ما نقول توا هيك في طريقة الحام بالبي بي ار. بعد الحام البي بي ار درجة درجة الحام، ترى ان طبه لما يضغط في الماكينة كويس ولا ضغطه ضعيف، يعني زي ما نقوله هو قدام تسريب لمية. تتواصل التدريبات ويستمر جرين ومن معه في التعلم والتدرب، وهو طريق لا يزال في بداياته ويحتاج منهم للمزيد من المثابرة والإتقان والتعلم حتى يكتسبوا ثقة المجتمع المحلي. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي، سبها.